بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أم نمر تودع ابنتيها إسلام 7 سنوات وفاطمة 8 سنوات، أقبل على الله يغزو دمشق، يغزو الطاغوت في عقر داري. أم نمر، السلام عليك يا أم نمر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، اليوم نزلوا جواري أمك محمد، بنات أمك محمد، نزلوا ليقولوا للرافضة والشيعة أننا لسنا حطب لتتدفقوا عليها كحلب، إننا نارا تلظى عليكم يا أعداء الله، إننا نارا تلظى، إن شاء الله تشفي وجوهكم، تضرب أدباركم يا أعداء الله. اللهم انتقم للمسلمات يا رب المسلمين. كلمة للمسلمين إنمر. الصبر ما في غير الصبر، صبر وصابر. صبر وصابر، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدقتي، الله يجزيك الخير يا رب. شلون عم تبعتي بناتك يا ابن نمر؟ واحدة 9 سنوات، واحدة 7 سنوات، صغار على الجهاد هذوني. ما عاد في حدا صغير، لأنه هلا الجهاد فرض على كل مسلم، كبير صغير، نساء رجال. صدقتي، قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. صدقتي، الله يجزيك الخير يا ابن نمر. الله يتقبل منك قرة عينيك، الله يتقبل منك بناتك، الله يصدقهم الله ويصدقهم إن يتقبل شاء الله. منكم يا رب. تكبير، الله أكبر. الله يرضى عليكم يا بابا. السلام عليكم. يلا قدميها، تقدموا بابا، تقدموا، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الله يتقبل منكم يا بابا.